سلام سلام طاجيها، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا ساره جزائريه عايشه في الصين وهذه قناتي، مرحبا بكم عندي. ما تنساوش ديروا لي ابوني وتابعوني في الانستغرام. نبقاو كي هنايا كيقبلوني يسقسوني زعما يقولوا لي لاشين شابه، نقول لهم ايه شابه. الماكله عجبتك؟ نقول لهم كاين اللي عجبتني كاين اللي ما عجبتنيش. يقولوا لي صحه لاشين ولا بلادك؟ نقول لهم بلادي. حبس غات كيما قال لك ريتي بغلت تاعك كيما قال لك الانسبكتور طاهر. كيف هذه لبغى بلادكم؟ ما تطور يا تطور، دوار في بلادكم يساوي ولاية من بلادي. بالصحة، تحيا بلادي بلادي بلادي. المهم بلبلت عليكم قوي منهم، دايرين شنو دايرين، مش عشان يخدموا. راني نشوف البار امريكان وقبص، راني رايحه ليها وني عارفه بلي طالعه ما كاش، بصح راني رايحه. تيبرهيش هنايا كاين عقبه واقيله، ماشي لي زيسكالين نشوف. لا والله البار امريكان تحفروا دايره جبل، ما عندي وين نروح. يظلوا يحافروا هنا، شبا يديروا بون جزيره، بيديروا جزيره واقيله الله اعلم. ما دخل هذيك دخل هذا النهر بيديروا جزيره الله اعلم. شي جزيره هكا حياه صغيره في الوسط، ما يبغوا الصوره تاع الزواق وكاع. والله ما عرفت اش تاعي. والله لا يبنوا لا بون 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 بون، عم يديروا في بون باسكو مديرين الاعمده، عم يديروا في بون. اي انا رايحه، اني راجعه. ساره هاعطي لنا حاجه تعاونني باه ننقص في الميزان. والله راني كارثه يا ودي، راني كيما انتي سكتي برك. انا خصني سبور. راني كارثه، راني وانا ما نبغيش هكا شغل. راجلي انايا كي كنت مش عارف شكون اللي يعرفوني. المهم كي كنت عزبه، كي تزوجت في الاول ما كنتش سمينه، كنت 56 كيلو. كان يقول لي راك سمينه. تخيلوا ضروك راني 65، اي تخيلوا راني 65 كيلو. سمنت كسوتي مش جي قدي. شوفوا انا كي تبدا كسوتي تضيق، كي نبدا نحل الخزانه ونلبس شحال من لبسه ونعاود باه نخرج، نعرف روحي بلي سمنت. عاسكو شوفوا سراوي لي ما مشي يجوني. لي ليكات تاعي برسك عاود شريت كامل اعراض، شريت صوالح اعراض باسكو تريكاوات وهذوك الصوالح اللي كنت نلبسهم ما مشي يجوني. شوميزيات والو ما مشي يجوني. وين كسوتي كاع مش تجيني. لي فيست كلاسيك اللي كنت نلبسهم ما مشي يجوني، عند ظهري راهم. اني نقول لكم المهم سمنت. تخيلوا كنت 56، شوف كنت 58 كيلو، 58000 كيلو. والله ما 58 كيلو ما كنتش نفوتها، راني 65. هيا تقدروا تتخيلوا كيفاه راني تنفرت يا جماعه. وانا اصلا نقول لكم حاجه، وانا اصلا شغل في طبيعتي شغل كيف يقولوا عظمي خشين، مش عظمي خشين، مدحتحك شغل. انا مدحتحه، لا بغا نكون نوزن 58 كيلو بصح نبان سمينه. كي يشوفوني يقولوا لي كي سمينه بصح انا ما نوزنش بزاف، فهمتوا؟ تخيلوا دروك راني نوزن بزاف. تخيلوا دروك راني نوزن بزاف، تخيلوا كيف راني نبان. ماشي غير مدحتحه، راني سمينه زعما، راني سمينه. شكرا. المهم اختي سيداتي اياد وعلاء، سيداتي لست انا المكان المناسب لكي تطلبي مني لا 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 الصوالح تاع الرجيم. هما هنا يديروا سبور يوميا وانا وليت نعجز. شوفوا قبل ما نولد صدام كنت يوميا ندير سبور، نخرج نجري، ندير شويه دي زيتيرمون وندخل الدار. ملي رفت الحمل اصلا كي كنت في جيجل، كنت خدامه في جيجل، كنت دايما العشيه ما غير نخدم نهار كامل. هما كي تخدمي مع شنو هيك شغل الجهاد على بالكم، خدم نهار كامل نكمل حتى 4:30 ولا كي نجي العشيه مور العشاء باسكو كنا نتعشاو بكري، كنا نتعشاو جوي 6:30 7 هكاك، تبدل الوقت على حساب الصيف وشتا. المهم ما بين 6:30 7 المهم مور العشاء كي نتعشى نروح ندير سبور، نجري ديرينا واحد سطاد هكا، نجري كاع داك سطاد نقولوا واحد خضرات ولا 4 هكا ماشي بزاف. المهم غير هكا وندير فان دي زيتي ما خطات نلعب بينغ بونغ خطا واش نلعب. المهم هذو كامل يتسموا سبور. رفدت الحمل في جيجل، جيت لهنا لاشين صاي زنجرت عظوماتي رشاو زنجرو، ماني نقدر نبوجي يا خاوتي والو صاي. بصح راني نقول شوف في هذو الايام لازم لي هكا طاقه ايجابيه، خصني غير شويه تاع طاقه ايجابيه ونبدا ندير سبور.
نبدا ندير سبور، لازم كي نوض الصباح ندير سبور. سبور تاع الصباح هو اللي مليح. هيا ايادو على ايو نتوانسو، ايا نتوانسو ونديرو سبور خايتي. بصح الريجيم انا نقولكم شتي الحاجه اللي راهي هلكتني، القواطيط، قهوه تاع الصباح وقهوه تاع الحشيه، هذا طابع، هذا صابلي، هذه مسكوتشة، هذا هنا صوالح يتباعوا شغل واجدين، ما كانش هذيك تاع العجز تاع عجزي ما ديريش. ولا كل ما نخرج انا كي نفوت عليهم هكا الله غالب قلبي الصغير لا يتحمل، لازم نشري نضل ناكل. وشتو كي تكون شغل هذو كل واحد وكيفاه، مي انا هذو لي غاطو ساك نبغيهم. شغل يكون في الدار غاطو ساك زعما باغ اكزومبل كي نبغي ناكل حاجه هكا، ماشي نروح ناكل خبز ولا نروح ناكل حبه فاكهه ولا نروح ناكل غاطو. هذه هي انا ما نكذبش عليكم، الماكله تاع الليل هذو هما اللي سمنوني. سي نقص وصاي دروك راني ناكل فاكهه وسيت راني ناكل سلطه. شفت وحده قالت في اليوتيوب، قالت نعطيك هذه فكره بالك تنفعك، قالت وحده في اليوتيوب كي شغل ما تخليش روحك تجوعي بزاف، باسكو كي تجوعي تاكلي، كي تجوعي شغل تروحي جيعانه لازم تاكلي حاجه اللي تشبعك، ماشي تاكلي سلطه، لازم ما تخليش روحك تجوعي بزاف وتاكلي سلطه بزاف. كولي سلطه شحال مره في النهار، قالت لك شربي الماء بزاف. هاني سي ندير هكاك بالك على ربي، هو قلت نبدا ندير سبور بصح مازال ما بديتش. العجز اني وحده جابت وليدها وانا وليدي رقد. شوفوا صدام باسكو ماشي يرقد لي في الدار، نقول لكم علاه ماشي يرقد لي، باسكو كي نميلو المخده هكا نطلع حالو. نقول لكم الله يعطيكم ما تتمنوا، اقسم بالله ان شاء الله ربي اللي في قلبها حاجه ربي يعطيها لها. كي شوفوا كي ندير اللايف هكا ونهضر معاكم على بالي باللي نهضر بزاف وكاع، بصح عذروني شغل انا تالمو قاعده غير وحدي، تخيلوا نهضر غير مع صدام. صدام راني مقرق جاتو اونفا، هو فانا مهبلني بصح راني مقرق جاتو، نهضر غير مع صدام ما عنديش مع من نهضر، والوقت متبدل ما نقدرش نهضر مع ماما خواتاتي وكامل، باسكو شغل انا الصباح باغ اكزومبل النهار تاعي كي نكون في النهار انا باغيه نهضر كيما نقولوا باغ اكزومبل دروك، هما يكونوا راقدين شغل ما نروحش نديرونجيهم، فهمتوا باش نهضر معاهم ولا مكاش. صحاباتي تاع هنايا تاع اللي هنايا في لاشين شغل هكاك، وخطرات كل وحده تكون هي مع صوالح. سما كي نهضر معاكم ندير اللايف هكا والله لا تنقصوا عليا بزاف، تنقصوا عليا ما تامنوش شحال. قلت لكم كنت نقول لكم على صدام كم في الدار ماشي يبغي يرقد لي باسكو راه مغريبيني فهم بالله حاشاكم، وكي يرقد هكا شفتو يتبلع، لازم يقول لك لازم تميلي له الخده كي زعما تعلي له راسو كشغل كيما نقولوا حنايا، كي نعلي له راسو هو انا وليدي ما يرقدش بالمخده، وليدي كاع ما يرقدش بالمخده ما يبغيهاش يقلعها، تما كي ندلو المخده باه نعلي له راسو ونعليها له شويه تبان له بلي راه مديرونجي، يهبط منها، كي يهبط منها نيفو يتبلع عينو ضيبك. ماهوش يرقد كاع، البارح ولوت البارح ما رقدش كاع، وضروك شغل لابوسات جايه شويه مايله شغل كيما مخده، مي لازم جايه مايله ماشي مخده، جايه هي مايله صافي راه راقد والله غير قعدت ندور بها هكا حتى ينوض. حوجي خليه يرقد مسكين ماهوش يرقد كاع والله، هو مرض يعاني وانا نقولو تجي فيا وما تجيش فيك، شغل اللي تجي فيا انا كبيره نعرف روحي وكاع، مي صغير ما يعرف يقولك شراه ضارو، ما يعرف يقولك وين، ما يعرف يقولك الا راه مضرو ولا لا، غير قاعد هكا سايخ والحما تاكل فيه والرقاد ما يرقدش. خلي هكا يرقد كي نوض نعطي لوليدي جدك كسره كيما يقولك، نجيب له الكسره معايا مشوط، انا نموت على المشوط يوميا، عندي مشوط، عندي في الكونجيلاتور وعندي مجبوده، كي نكون عجزانه نجبد من الكونجيلاتور، كي ما نكونش عجزانه نعجن ونخلي تاع الكونجيلاتور نهار العجز. هيا دوك يجوني صحاب لا لا ما مشكلين بزاف على ما راهم مصافيين الناس الملاح الناس الزينين، نبدا ندير الله بالصباح واطيله. قلت لكم دوك يجوني تاع الكونجيلاتور، الماكله تاع الكونجيلاتور ماشي مليحه، انا تربيت بيها ما نكذبش عليكم، راني لاباس عليا بصحتي بمناعتي ما نمرضش بزاف الحمد لله يا ربي الحمد لله. وعيد الاضحى تعيدوا نشري لحم برك ما نذبحوش، من راني غي انا وصدام انا خايتكمش انا نذبحوا، راه يدي ماشي هنا ما كان بنا والله العظيم ما كان بنا. شوفوا العام اللي فات العيد الكبير ما كانش هنا والسنه ما كانش هنا، الخدمه تاع الخارج والله العظيم ما يشقى حاله، نعيد وحدي تسمى ها نشري كيلاوات ونشري كبده
بالك ندير ملفوف ونروح نشري وصاي نتلاقى، بالك ما تحسي كاع نروح عند هذوك المسلمين في ذاك المصلى، باسكو هما في الاعياد الدينيه هكا يروحوا يتلاقاو في ذاك المصلى، بالك نروح معاهم نعيد معاهم. الا عيدت معاهم راني ندير لكم فيديو، بصح ما شكيتش باسكو مع صدام يهبني وكاع راجلي مش معايا ما نقدرش، هما كيروحوا لازم يتعاونوا وكاع انا صدام كيف ندير له با نعاونهم وكاع ما فوكي تصبيهم. اي نقول لكم رحنا فطرنا عندهم انا وماما، فطرنا معاهم شي عندهم، فطرنا معاهم في ذاك المصلى في رمضان. تامنوا تحسبوهم عائله، شتو حنا في العائله الوحده كيجوا لا فامي نقولوا خالتك وعماتك وكاع خالاتك وبنات خالاتك وكاع يبداو يدوروا يقضوا الصوالح، شغل العرس قايم وكاع واحد يرفد في الماعين واحد يدير في ذلك. شتو العرس هكاك تحسبوهم فاميله، اقسم بالله تحسبوهم عائله واحده كاع مع بعض. وحنا نضنا نعاونوا فيهم بعد رفدنا معاهم الماء انا وماما، رفدنا معاهم الماء كيكملوا هما يقولوا لنا لا 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 لا، تحسي لومبيونس تحسي علامه، شوف شغل تحسي باللي دين الاسلام هو الدين تاع تاع اللمه وتاع هكا تاع هاد الصوالح. هاي المهم انا نوريكم هنا، يشوفوا هذاك راه يصيد جاب فاميتو، راه يصيدوا غاد كينيا، وهذا جاب هي جابته، هذا ماشي هي هو جابها، باسكو راه يتبان باللي هي جابته. هذاك يصيد في اوي يصور في الحوت، او يصور في الحوت تبيو واحد الصوالح، والله يدير واحد الصوالح تبقى حايره تقولي كيف يخمو. نكتو نوريكم ها وراه داير، صبروا تشوف هنايا لابوسات غلبتني باسكو جايه الاخرى مايله، لابوسات غلبتني صبروا تشوف شنو حبتها ونوريكم ها نوريكم. تبقاو حايرين بقاو حايرين هنا كيف يخمو، شوفوا راه داير تليفونو كتشوفوا فيه زعما كاميري، وقيلا وقيلا في الحوت ولا مش شاوي كاميري، مش عارف شاوي كاميري هما، ولو داير وقيلا وداير كشفخه ولا ويقارع الحوتي شو باغي يدير. ايه ودي صوالحو وسنا وتشوفوا ودي صوالحو ورايح ودي ربي تاعهم، ودي ربي تاعهم وديو فما كل البحر دعوم. صباح النور يا شيمي، صباح النور، صباح النور حبيبتي يمونا باتنا. ها ودا يا ربي تاعهم، شوفوا وين حطوا، وشوفوا راه داير له التليفون. ايه هذا يصور بيبيهم، فشو شي يدير وس كون حنا والله ما ديري هكاش خايلو. شوفوا داك التليفون راه حاطو تحت، وحط التليفون شوفوا وين حاطو تحت، هذا مش تليفون باتري، باتري تاع التليفون. المهم راه مريسكي حط تليفونو في الماء وكاع، شوفوا جاب داك المطرق وكاع على جاب يصور ذي الحياه بيبيها. هاي نتوما عندكم حانوت عندك تبيعي الكسوه ديري هكا تروحي تصوري هكا باه تبيعي، والله ما اوصد منار، والله ما نديروها حنايا. حنايا كثير زعما كي ديري كي قوي زعما تقوي لهم ديري لايف، زعما ديري لايف وكي توري لهم هيا هاي الكسوه اللي كاين اللي بغي يشري يشري. انتي مرنكه. شحال عندك حنونه ما جيتيش الجزائر؟ ما عنديش بزاف ملي جيت قبل كورونا، جيت في جانفي، جانفي جيت لها كنت فما في الجزائر، وجانفي جيت هنا لاشين. ها وليدي حبيبي، ها وليدي يي يي شي وي صح، قولي جو تام تشتي شي، قولي جو تام شتاو شادي. ها وليدي هو باغي ينزل صافي يضروك نكوبي اللايف باسكو امبوسيبل وليدي ينزل وانا ندير اللايف. داي ربي تاعهم يعوم، ايه داي ربي تاعهم يعوم. ايه وانا راني عارفه ما كنتش عارفه بصح حتى فهمت باللي وقيله ورايح يبيعهم باسكو جاب بزاف، جاب كرستو هذه كرستو صغيره. المهم على كل حال انا خليكم باسكو صدام قال لي نزليني، اي نحطو منا صدام نحط لك رعيك في الماء. والحوت 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 كي راه قوي، او ما جبتش الشبكه تاع الحوت راه ما نحكي لكمش بزاف. المهم انا نهبط صدام، نهبط صدام يلعب شويه في الماء. تبارك الرحمن، ها الشينوي يسلمك حبيبتي، تهلاي في صحتك ووليدك.
الله يسلمك حباباتي، انتم ثاني تهلاو في روحكم وميرسي بوك وصحيتوا وربي يحفظكم، ربي يعطيكم ما تتمنى. ونقصتوا عليا شويه ضيقه الروح. المهم انا نخليكم دروك، بقاو على خير ونتلاقاو في اللايف الجاي ان شاء الله. سلامه. أي ماما ننزلوا منا نشوفوا حوت منا.